شكل مفرشنا القمر يظهر ويبان. تعالوا بقى نشوف الراوند الجديد بتاعنا هيبقى عبارة عن ايه. شايفين حجم المفرش بقى قد ايه؟ تمام، هنبدأ الراوند الجديد. الفي ستيتش دي هتتحول، هتبقى في ستيتش دبل. يعني ايه في ستيتش دبل؟ طلعنا بأربع سلاسل وهلف لفتين، هدخل في نفس المكان اللي انا كنت فيه وهبدأ اعمل عمود كمان. اهو بدل ما هي عمود واحد هتبقى عمودين، ثلاث سلاسل زي ما هما، وهلف لفتين فوق العمود ده، هعمل تزايد يعني هعمل عمودين. ادي عمود وبعدين كمان عمود. اهو شايفين بقى الفي ستيتش بقى شكلها عامل ازاي؟ ده اللي انا بقوله اللي هي في ستيتش دبل. تمام كده، ده اول حاجة. استنوني بقى نشوف بقية. تعالوا بينا نكمل شغلنا في الراوند ده. قلنا فيه صدفة بنعمل فيها فوقها الفي ستيتش، بنعمل فوقها صدفه، وهنا الفي ستيتش بنعمل فيها تزايد. طب والباقي؟ الباقي هيبقى بالتبادل زي ما احنا اتفقنا. هناخد 2 4 6 8. يعني ايه بالتبادل؟ يعني في ستيتش هعمل فيها صدفه وفي ستيتش هعمل فيها تزايد. طب الفي ستيتش اللي جايه هنا، الفي ستيتش اللي جايه هنا عليها الدور ان احنا نعمل فيها صدفه. طيب الصدفه عباره عن ايه؟ عباره عن 5 عمود بلفتين وبعدين 3.